تحت الضغط. عبد الله أسامة وعاصم محمد، عاصم محمد وعبد الله أسامة. عبد الله أنت اللي هتبتدي الأول، عاصم اتفضل عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. عبد الله مين اللي دربك على تحت الضغط؟ فريق كله. بجد؟ عشان ما حضرتوش الموسم بتاعي. كل الناس دربتك، كنت بتعمل ايه؟ ما اعرفش. بعدين عايز اقول لك حاجه، انا حاسس لو واقف في حته كده غريب. حيلت عليهم والله. لا وعايز اقول لك على حاجه تانية مهمه جدا، ان تحت الضغط هناك في البيت حاجه وفي الجامعه حاجه وهنا حاجه تانية خالص. هنشوف. عاصم تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. يمر نهر بررة بإحدى العواصم العربية، فما هي؟ مسقط. غلط. ما هو لون دم الأخطبوط؟ أحمر. غلط. بيت كبير هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ باص. ما هو نظام الحكم في دولة هولندا؟ ملكي. صح. كم عدد الثواني في 3 دقايق ونص؟ 180. غلط. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور سليم في مسلسل في لالا لاند؟ سمير غانم. صح. في أي معركة هزم أنطونيو كليوباترا عام 31 قبل الميلاد؟ باص. ما هي العملة الرسمية لدولة البرازيل؟ ريال. صح. كم عدد الحروف في كلمة علامات؟ 6. صح. ما هي الرياضة الجماعية التي تحترفها ملحقتش أقول؟ تفضل يا عبدالله. كم إجابة صح؟ ما أعرفش بس الحمد لله. 4 إجابات صحيحة من 9. بس مبسوطة الحمد لله. كنت بجيب زيرو فيها. لا بجد؟ طب والله برافو عليك. لا بص وقول لهم مش عايز انزل تاني. مستحيل اجربها تاني. يا سليم عايزين عاصم ينضم لينا. طب هم ليه دبسوك؟ عشان الليدر كده يعني. يلا يعني لازم تنزل وكده مش مشكله، لانك تجربه حلوه. بس مستحيل اكررها. يا للدرجه دي صعبه؟ ايوه مش صعبه، انا مش مستعد لها. عاصم عايز تعرف ايه اللي حصل مع عبد الله ولا لا؟ لا. طيب انا قلت 9 اسئله من 10. تمام. كم اجابه صح مش هقول لك. عايز الاجابات بصوت واضح. تحت الضغط كاونتر. يمر نهر برره باحدى العواصم العربيه، فما هي؟ دمشق. صح. وهو لون دم الاخطبوط؟ ازرق. صح. بيت كبير يا اغنيه الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ مدحت صالح. غلط. ما هو نظام الحكم في دوله هولندا؟ ملكي. صح. كم عدد الثواني في 3 دقايق ونص؟ 12. صح. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور سليم في مسلسل في لالا لاند؟ بص. في أي معركة هزم أنطونيو كليوباترا عام 31 قبل الميلاد؟ أكتيو. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة البرازيل؟ ريال. صح. كم عدد الحروف في كلمة علامات؟ 6. صح. ما هي الرياضة؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. انت مركز مركز مركز. 7 اجابات صحيحة من 9، وعبد الله 4 اجابات صحيحة من 9. تعال نشوف الاسئلة اللي ما جاوبتش. بيت كبير هي اغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ تامر عاشور. تامر عاشور. بيت الاسئلة كلها اتجاوبت لانك تجربة حلوة. مصمم برضو نلقى تاني؟ لا خلاص. كلنا نحيي عبد الله وعاصم، عاصم وعبد الله، اتفضل. النتيجة اتغيرت والسكور اتغير. جامعة اسكندرية كنتوا كام؟ 70 و4 اجابات صح بقيتوا 90. جامعة المنصورة كنتوا كام؟ 35. عاصم عملت طفرة. 35 و7 اجابات صح؟ 70. و10 نقط هدية؟ 80. قلت لعبد الله شكرا ولا لا؟ شكرا. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.